الخامسة من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. نشرة إخبارية مفصلة نستهلها بالعناوين. بحث المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع وزيري التموين والزراعة الإجراءات الخاصة بالتعاقد على استيراد كميات إضافية من اللحوم والدواجن والتأكد من سيرها بصورة منتظمة، وذلك على النحو الذي يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية مع قرب حلول شهر رمضان. كما بحث رئيس مجلس الوزراء مع ياسر المغربي مستشار وزير الصناعة والتجارة ورئيس لجنة المثلث الذهبي، بحث إنشاء هيئة مستقلة اقتصادية لإدارة وتشغيل المشروع الخاص بالمثلث الذهبي والذي يتضمن 4 مدن رئيسة هي قنا وقفط على نهر النيل وسفاجة والقصير على البحر الأحمر. تنمية منطقة المثلث الذهبي بجنوب مصر الممتدة من قنا وقفط غربا إلى سفاجة والقصير شرقا مشروع يحظى باهتمام رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حيث عقد اجتماعا مع اللجنة المعنية بمتابعته وقررت إنشاء هيئة اقتصادية للمشروع الذي يعمل على 3 محاور: استغلال الثروة المعدنية الموجودة وزراعة نحو 36,000 فدان بالمياه الجوفية بالإضافة إلى السياحة بإجمالي استثمارات تبلغ 16.5 مليار دولار على 6 مراحل. رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا ايضا مع وزيري التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الاراضي لبحث الاجراءات الخاصة بالتعاقد على استيراد كميات اضافية من اللحوم والدواجن قبل شهر رمضان. اجتماعات ومباحثات لرئيس مجلس الوزراء أسفرت عن التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وإنشاء هيئة اقتصادية لتنمية منطقة المثلث الذهبي وزيادة الاعتماد المالي لتطهير بحيرة البرولوس. من مقر مجلس الوزراء إيمان التوني، التلفزيون المصري.